مطعم الساخن عملوا له اوبن بوفيه، بس تعالوا نشوف ايه اللي وصلنا لهنا. والله شيف ابو مراد ده احلى شيف في العالم يا عرفتها عرفتها. الزيت مدلعنا على الاخر. والله بحبك ده، انا مش هرحمك النهارده. انت مش هتتحداني، ده حلالي. ده انت مش هتجيبها البر اللي لازم. طلع ايه بس؟ بقول لك ايه بقى، ما تزعلش. مش شوف ابو مراد، لا مش هتروح. هغزه هقتله. حد ينادي مدير المكان اقفلوا الباب. بالله عليك تعال نحلها وجهي. ارحمنا، ابوس ايدك. بالله عليك نحلها وجهي. ايوه احنا النهارده في مدينه نصر بمناسبه افتتاح مطاعم الساخن في مدينه نصر. يلا بينا نشوف الحوار ده. استحلفك بال كل سنه وانت طيب يا باشا. مطاعم الساخن بتمثل، مطاعم الساخن بتصبع. سيدات اتفضل يا باشا، انت جاي عكرت على طول. اتفضل ماشي، عشان جوزك طبعا. يا سلام، ما نقدرش نقول حاجه لست الكل. شيف مصر الاول يا اخي، استحلفك بالله احلى شيف يعمل مسخن في العالم. حبيبي يا فنان. يلا دخلي ثلاثة وثلاثة. مطاعم الساخن بتمس، مطاعم الساخن بتصبق، مطاعم الساخن بتعشي. ثلاثة سيدات بقى، والنبي ما تدخليش الرجالة في السيدات، احنا مش في المترو. ايه النهارده في زحمة ليه كده؟ يعني افتتاح ولا بالله عليك يا اخي، يا اخي بحبك يا اخي. مش ناسين اي حد وقف جنبنا في افتتاحنا ولا ايه؟ ما ايوه يعني الراجل اللي قلنا الافتتاح زي اللي جينا بعد سنتين. شيفات مصر، مصر ده عينه لو عجبنا نطلب ولا دي ما شاء الله عينات. انت شفت حته زي دي؟ لا دي اول حته اشوفها في التاريخ. الله 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 الله، يا نهار ابيض يا شيف، كده جريت ريقنا يا شيف. ده ايه بقى؟ ده تندوري. ودي مقلوبه. ده منسف. ده منسف بقى. جديد عملناه منسف بالفريك. الله 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 الله، جديد شديد. وده بقى فرايد تشيكن بقى بروست. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. الله 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 الله، يا نهار الفراخ ابيض من وشي. صباح الفل يا حوت، ولع الدنيا يا فنان مصر. دخلي ثلاثة يا باشا. اتفضل يا فنان. الساخن البارد المتوسط. ده ايه بقى؟ ايوه ده بقى مسخن مصر الاول. الله الله، وديني يا شيف. ما كترش ما كترش يا فنان. لا يا فنان، لا يا فنان، بالله عليك ما تتهورش، انا جاي لك على لحم بطن. الله 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 الله، ودي 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 ودي. شوف 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 شوف. بالله عليك ما تبتعدش المشاكل. وديني عبط نفسك. يلا بينا. ايه ده بقى؟ ده التندوري. انتوا ايه لابسينه ولا يهرب؟ بسم الله ما شاء الله يا شيف. والله يا نهار ابيض يا شيف. ما انت كده فاتك الكارت، انت الخسران. الله 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 الله، ايه ده يا شيف؟ عرفتها عرفتها. بسم الله ما شاء الله، ما اقدرش انا على اللي عيني شايفاه. يا خرابي اديني يا شيف. بس مدلعنا على الاخر. وديني يا اخي، استحلفك بالله. والله شيف ابو مراد ده احلى شيف في العالم يا اخي. الله الله الله، وديني. اعمل ايه؟ اكل ايه ولا ايه؟ يا اخي والله العظيم تحفه. انت عندكم في الاردن بتبصوا واحدة؟ ثلاثة بثلاثة. ثلاثة وثلاثة؟ ايه يا عم، احنا نقضي اليوم بص. المنسف هينسفنا يا اخي، تفجير وتدمير. يا الله، انا عرقت من المنظر. اللحمة بتدوب. دي لحمة ايه دي؟ دي لحمة الشيف نفسها طيبة يا اخي. سفير الاردن اكيد. حط اللحمه. ايوه بالعيش. ايوه بالرز. على الرز كده، بتاكلوا الرز بالعيش؟ الله 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 الله، بياكلوا الرز بالعيش؟ احنا في المحل ولا ايه؟ كليوي. يا اخي بالله عليك ما تبتعدش المشاكل. وديني. والله بحبك. نصايه بقى كده وعدي عليا، كنت خلصت الليله دي. بس دي. حد ينادي مدير المكان. انا مش عارف ايه ده، بس ان شاء الله خير يعني. تعالى بقى انا اكلك بقى، اديني كلفظات. لا انا هاكل من ايه؟ في كلفظات. ودي انا مش هرحمك النهارده. تعالى لي. انت مش
هتتحداني. لا لا ده انت اللي مش هتتحداني. ده انت مش هتجيبها البر اللي لازم. بتطلع ايه؟ تعالي افتح بقك افتح بقك. مع الف سلامه. ده انا اكثر زير مصر ده الاردن كل واحد مصر والاردن ايد واحده. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها. والله لو اوريك بس اصبر عليا. لا ما هي ما هي حاجة. بقول اهل الاردن اخدع ناس. هوريك بالمصري ده يعني افرجك. ايه لا 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 خلاص. هوريك بالمصري دي يعني هروق عليك. هتروق عليك. ايوه قشطه قشطه. خلاص كده بقى مصري. الاردنيين بيضيعوا اليوم في البوش. حبيب برعايه الله خلي بالك من نفسك. اما انا لما توصل المطبخ رنلي. الله يبارك لك. عايز اي حاجه لل خلاص خلاص اهي قضية الحمد لله. اديني بس شويه ما اخد لي 4 6 8 ده باراستيمول. انتوا عارفين ان هنا في ما ينفعش. لا تاخد باراستيمول ازاي؟ هو ده الايه؟ ده الايه؟ ده للصداع. ده انا دماغي مصدعه وبطني مصدعه. يا لهوي الشيف دي تاني هيز باك. جايب لنا ايه النهارده يا شيف؟ خلاص كده بقيت اردني رسمي ولا مالهاش علاقه ولا ايه؟ علي ولا ايه؟ ما انا في كاشر اوبريبريشن حصل. ايه ده يا شيف؟ ده الفراخ التركي. عليك والله دي بقى تنزل تطلع فاضيه. تطلع فاضيه. اللهم دي ولا دي؟ لا دي جوسي. دي ده قنبله الموسم مش هتروح. اقفلوا الباب. ده ايه ده؟ انت عمال تجيب لي في صدور في صدور. مفيش ولاد يا خرابي. اغزونا خليهم في المكان يا عم. كل 911. انت بتعمل ايه يا جدع؟ ده ايه بقى؟ توميه. توميه. وديني بقى في التوميه الاردني بقى. حرام عليك يا صدور. وديني ابص في ده كفايه. بالله عليك تعال حلاوي. هنجرب الشاورما. ما اقدرش انا يا سيف ارحمنا. ابوس ايدك. حته واحده. ماشي كان حته واحده خلاص. امسكوه يا جدعان. امسكوه بالله عليكم. هغزه هقتله. بس دي جايب لي وجبه عربي ويقول لي حته شاورما المفتري. شايف رغم اللي عمله فيا ما اقدرش اقاوم الشاورمي. انا اول مره اعرق في حياتي. طب نحل. طيب تعالى نحل. ده انت ما صدقت يا سيد. لا هنحل بالله عليك. انا اسف ان انا جيت فيك. لا مش هتروح. اخر مره مش هتروح. بالله عليك تعالى نحلها. وين تعالى نطلع نتعشى فوق. بالله عليك امانه بقى بدل فراخ بقى ما اقدرش انا. يلاوي هاتولي ميه. ميه صعبه. انا امي ما بتعملش معايا كده. بالله عليك نحلها وجه بقى. حط الكاميرا على حد غيري. اهو ثلاثه اهو سته 12. ابوس ايدك روح شوف شغلك. معاهده سلام. معاهده سلام يا جماعه. خلاص خلاص. ده ايه بقى؟ ده هو التست. اكتر برجر جوسي شفته في حياتي. والله ما اقدر. والله ما اقدر. يا عم انت اتحديت. انا اسف غلطت. عيل صغير. هو انا ايه اللي غصبني على ده كله؟ ما اروح. يلا يا عم. ماشي بالخباثه كده. هو ايه؟ الا البريوني. وديني. الله الله الله. ما كترش ما كترش. اتجوزت بيه ولا؟ بص دي هنغمسها كده. الله الله. فين انت جبتها منين دي؟ هو انت بتجيب التوميه منين؟ بالله عليك. بس دي بس دي. الفته الميديم. اطلع بقى. الفته الميديم. الفته الميديم. حل بقى. جميله بصراحه. حل بيها واروح. لا حليت والله ما ينفعش. بحل والله. هبوظ الدايت. والله العظيم حليت. والله لو يبقى بوظت الدايت كده. بص دي اسمها قشطة الساخن. اللي انت شايفه يا عم. اللي انت شايفه. بس بقول لك ايه بقى؟ ما تزعلش. ما تزعلش. بدي هيحصل لك.
تتحدانيش. طلع فاهمها. ما تزعلش دي من المصري يعني، ما تزعلش مني لو ضايقتك او حاجه قبل كده يعني في الماضي. انت ما ضايقتنيش. يبقى ما تزعلش بقى. لا يعني ما تزعلش مني بقى. لا لا والله. بص تعالى. ما كترش ما كترش. والنبي ابوس ايدك نفسي اروح. نفسك اه والله العظيم. يا جماعه سقفه كبيره للشيف ابو مراد. وحسبي الله ونعم الوكيل. هناكل ده ايه ده بقى؟ دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ ينفع دي؟ تعالى مش هسيبك يا غرامي. يا جدعان حد يلحقنا، يا جدعان حد ينادي حد، هات الكاميرا على حد غيري يا عم. امسك دي فك جبنه. اجب جبنه؟ دي سخنه. ما كترش ما كترش. يلا يا باشا نهرب. انا عندي سؤال، ابو مراد ما بيطلعش هنا صح؟ امان يعني؟ أمان. يا ما انت كريم يا رب. حبيبي حبيبي يدوم العز. يا الله عالم بدون ابو مراد. A few moments later. بيدور عليا بيدور عليا. يا رب. وانت بتطلع لنا بس؟ انا بس اللي بشوفك كده كمان حلبه. اهو عربية ابو زنا. بالله عليك تعالى اقعد هنا نحلها ودي. تعالى والله اتفضل يا باشا نقعد نعمل قعدة عرب. ايوه ودي بيصب في كل حتة الا الكوباية. في صحة القعدة العرب. طب انت مش عايز تشرب ليه؟ معلش اشرب الاول. الدنيا مبقاش فيها امان. ما شاء الله. جميلة. حلوة قوي ما شاء الله. ده انت اللي عاملها؟ طول عمري طفح المر، أول مرة أشربه. القهوة مرة أوي. بصب تاني عشان فضيت. هتحلق إيه حرام عليك؟ ما عندكش ولاد. نفى؟ لا مش كده. أمال بياكلوها كده. ما أنت لا. أكلها من الورقة يعني ولا إيه؟ حط دي هنا. عايز أتحلى بيها. والله العظيم حرام عليك. سمن البلد الصراحة ضربتني بيها. تعالي تعالي. هو قال لي لا ما بتفهمش ده. ربنا يسترها عليك يا بنتي. يا لهوي حرام عليك. اطفال لسه ما دخلوش دنيا هيجيب لهم كوليسترول. بالله عليك اغيثوني من هذا الشرير. حتى انت؟ لا والنبي خلاص. الناس كلها هنا في ايه؟ حتى انت يا نهار. هو ده ايه؟ بقول لك ايه؟ خمسة انا هقلب وانت اقلب ورايا ماشي؟ هخش الحمام بس. ده كارت خصم 50% لمدة شهرين بس ما تقولش لحد. هدية مني ليك. حبيبي شكرا ليك. انت منين؟ سوري؟ اجدع ناس اهل سوريا. سوري بياكل في مطعم المسخن الاردني في مصر. واحدة الوطن. كنت داخل بالنهار فعلا يعني مش الدنيا اللي لقيت في وشي. هي الدنيا لقيت فعلا. افتكرت اتعميت ولا حاجة. انت يا باشا اللي بتضرب الجاتو يا باشا هتتبهدل. انت الشيف. لا اله الا الله. والله العظيم ما عملت حاجة. حتة الجاتو مش عارف اكلها.